طب انا عندي سؤال ليك. لا في يعني حضرتك بتتكلم في الماركتنج كتير وكده، في ناس كتير بتجيلي بتقول لي انا فريلانسر او عندي بزنس صغير او كده، ما عنديش بادجت كبيره للماركتنج، ما عنديش فلوس كتيره، ايه اللي ممكن اعمله عشان اعرف اعمل تسويق لنفسي كفريلانسر او كصاحب بزنس صغير ينفعني من غير ما اقدر اصرف فلوس كتيره لان ما عنديش البادجت دي؟ جميل جدا. والسؤال ده ألان ديب الكتاب بتاعه كله بيجاوب عليه، اللي هو ايه الشركات الصغيره اللي ما عندهاش بادجت كبيره تعمل ايه. يعني مثلا حاجه من ضمن الحاجات اللي الناس مش بتستفيد بيها قوي البيرسونال براندنج. يعني انت دلوقتي لو ما عندوش فلوس وعمل صفحه وبدا يعمل كوميونتي ويكتب كونتنت ويعمل فيديوهات والناس بدات تثق فيه، هيجي له شغل ولا لا؟ حتى اورجانيك كده بمرور الوقت هيبدا يجي له شغل، ومش محتاج فلوس كبيره. لان حتى من ضمن يعني حكايه ان البروموشن محتاج فلوس كبيره، ده السوشيال ميديا يمكن شويه قضت على الحكايه دي، بقينا نقدر ايه نتارجت ليزر تارجتنج الناس بتوعنا. يعني الناس اللي بيعملوا مثلا اعلان في الفضائيات مثلا، هنا حد عامل كومباوند بيعمل اعلان على اي قناه على النايل سات، ما كل العالم العربي بيشوفها، ده ايه كل دي فلوس ويست صح؟ بس هو بيتارجت ناس معينين، في المقابل كده بيقبل ان هو عارف ان في فلوس هتترمي على الارض كتير جدا علشان يوصل للناس دي. لا انت مثلا دلوقتي سي البيزنس بتاعك مغطي مدينه نصر، ما انت تقدر تتارجت مدينه نصر ببادجت مش كبيره، وتحاول تعمل بيرسونال براندنج، وتحاول تعمل كونتنت جذاب الاورجانيك ريتش بتاعه اللي هو من غير فلوس خالص هيجيب لك شغل. يعني احنا النهارده قاعدين بنعمل بودكاست اللي هو كونتنت بينزل فري، بيعمل اللي خلاك تقول لي تعالى ان انا لحد ما عامل بيرسونال براندنج متواضع، والناس بيقبلوا يجوا لك ويسخوا ان هم هيقولوا كلام معاك مفيد وكده. ليه؟ لان انت برضو عامل بيرسونال براندنج. فده من ضمن الحاجات اللي هي اتحلت يعني بشكل كبير، ويبدا ايه يركز مع ان هو يوفر. اي دي اهم من اي فلوس، يعني اهم يعني اي حد صغير كده قوي يعني يصرف فلوس في اهم حاجتين، في البروموشن وان هو يعلم نفسه وياخد كورسات. بس هو دايما يقول لك ايه، طب ده الموضوع ده طريق طويل المدى، يعني البيرسونال براند بتاخد وقت عشان تبنيها. صح، ناس كتير بتبقى مستعجله. ايوه، ما هو البروموشن بيأثر الفتره، لان هو كان زمان من غير البيرسونال براندنج كان ايه المفروض؟ واحد صاحبه يجيب له حد يعجبه الشغل، فواحد يجيب واحد، دي سكة اطول بكتير. بس انت بالبيرسونال براندنج لا، هي اقصر برضو من زمان شوية. لما تيجي تقول لي مش معايا فلوس كتير، يعني مثلا ما يقدرش يبدأ يصرف 2000-3000 جنيه في الشهر، ما هو ما فيش، ما هو برضو البيزنس من ضمن الاحتياجات بتاعته محتاج خبرة ووقت وفلوس، حتى لو فلوس قليلة. مش بنقول بقى مئات الالاف، هو ده الفرق.